أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. نعم. الأولاد كون كون رب النبي صلى الله عليه وسلم قطعم جيئنا نقرم بساية رب كان يجي أم في أولاد كان يجي أولاد كي جو نقرم ننك من كيروح تنقل رب تنقل سري. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. النبي صلى الله عليه وسلم من كون ربنا ثلاث ذكور بينا كبرام وأربع بنات هاي بونا كسري. القاسم قاسم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. قاسم نهاد الكجور نبيه صلى الله عليه وسلم محاو تتمكرام هاكي أبو قاسم. الثاني إبراهيم بيبيكو المقوة تتمو إبراهيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده من آباء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أيما نبي صلى الله عليه وسلم أجمو ربقوات ريكا طول ربقوات من في إبراهيم في بروتية كتا تال ربقوات من ينجمو حقا إبراهيم. الثالث هو عبد الله في بيت طول ربق نبي صلى الله عليه وسلم أجمو عبد الله ويقال له الطيب الطاهر هاي كهيو عبد الله من في طاهر ريكا طيب. الإناث كون سرعي ربقوات فاطمة تيمويك فاطمة وزينب تيمويك زينب ورقية ورقية تيبي وأم كلثوم وأم كلثوم تيبون. جميع هؤلاء الأولاد السبعة ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كون كون بحطوا كم ربينا كيبان سلبتوا نوكنو بين النبي صلى الله عليه وسلم قمتم تنين تيبت من طنسوان. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة ستة أشهر. من فاطمة رضي الله عنها قام نأخذ دعوان سلاك ترى النبي صلى الله عليه وسلم رحالتي رمويتها. الأولاد السبعة كل هؤلاء الأولاد من خديجة رضي الله عنها كون تن ربينا كون نبي صلى الله عليه وسلم كون خديجة رضي الله عنها. إلا إبراهيم هو من ماريا القبطية. نعم. لكن إبراهيم تقنع دائما كون نبي صلى الله عليه وسلم كون ستريمنا اسمها ماريا القبطية. نعم.